وهذه تسأل حفظكم الله عن استعمال حبوب منع الحمل، وهل هو حق للزوج له أن يمنع زوجته من استعمالها أم هو حق للزوجة؟ من المعلوم أن الولد يكون لأبيه وأمه، فلا يحل للأب أي وهو الزوج أن يفعل ما يمنع الحمل. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها حق في الولد. وقالوا إنه إذا تبين أن الزوج عقيم فإن للمرأة الفسق، على القول الراجح. وكذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تتخذ ما يمنع الحمل إلا بإذن الزوج، على أن اتخاذ ما يمنع الحمل من جانب الزوج أو الزوجة أمر غير مرغوب فيه، لأنه خالف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، فأمرنا أن نختار من النساء كثيرة الولادة، لأن كثرة الولادة كثرة للأمة، وكثرة الأمة عز لها. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بنعمة الله في التكثير فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومسألة تحديد النسل أو تنظيم النسل إنما جاءتنا من أعدائنا الذين لا يريدون أن تكثر أولادنا من بنين أو بنات، لأنهم يعلمون أن كثرتنا عز ورفعة واستغناء بأنفسنا عن غيرنا، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يستعبدون دائما فكريا واقتصاديا وصناعيا. وخلاصة القول أن المرأة لا يحل لها أن تستعمل ما منع الحمل سواء كان من الحبوب أو مما يسمى باللولب إلا بإذن الزوج، ولا ينبغي منع الحمل إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. نعم.